صباح الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح اون تايم، هنناقش ونحلل أهم وأبرز الموضوعات والأخبار الرياضية على مدار ساعة ونص في صباح اون تايم. بعد ساعات الكرة المصرية على موعد مع التاريخ، لأول مرة بعد 60 سنة المنتخب الأولمبي في قبل نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بيضرب موعد ناري النهاردة في مواجهة المنتخب الفرنسي على ملعبه قدام جماهيره في ليون، مواجهة تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. مباراة العمر للجيل الحالي من لاعبي المنتخب الأولمبي على رأسهم طبعا المتألق حمزة علاء والمدافعين حسام عبد المجيد، عمر فايد وباقي النجوم حمد شحاتة، زياد كمال، محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، كريم الدبيس والمتألق إبراهيم عادل، وطبعا مع المخضرم محمد النني ونجم الدوري المصري أحمد مصطفى زيزو والمدرب المجتهد روجيه ميكالي. عايزة أقول لحضراتكم المباراة إن شاء الله هتكون الساعة 10 بإذن الله، بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي. أكيد مباراة مش هتكون سهل أبدا ومواجهتها صعبة في ظروف صعبة، ولكن بنأمل وعندنا أمل كبير جدا في الرجالة إن هم يقدروا يتخطوا المنتخب الفرنسي، ومش عايزين نقول لا قدر الله الغير كده، لا احنا النهاردة بنأمل إن شاء الله بخطوة إيجابية. اللعيبة كلها بتقدم مستوى قوي، شفنا اللعيبة دي من أول يوم في البطولة أمام الدومينيكان، تعادل، بعد كده فوز على أوزبكستان، فوز على إسبانيا، فوز على باراغواي، مباراة كانت صعبة جدا انتهت في الوقت الأصلي، بعد كده أشواط إضافية، بعد كده لعبوا ضربات جزاء تألق حمزة علاء. النهاردة نتمنى أن المباراة تكون لصالح منتخبنا الوطني في الوقت الأصلي، ما نتمناش خالص أن احنا نروح لأشواط إضافية والإجهاد الكبير اللي تعرض ليه المنتخب في مباراته اللي فاتت أمام باراغواي، ما نتمناش أن ده يحصل لأن ده ممكن يؤثر على المنتخب في المباراة القادمة أيا كانت المباراة القادمة إيه، ولكن نأمل أن تكون طبعا اللعب على ميدالية مضمونة. كمان المنتخب العربي الشقيق منتخب المغرب هيواجه إسبانيا في المباراة الثانية في نصف نهائي الأولمبيات، المباراة هتكون الساعة 8 قبل المباراة بتاعتنا. أيضا نتمنى إن شاء الله لمنتخب المغرب إن هو يحسمها ويكون النهائي عربي خالص، أكيد دي أمنيتنا، وخلينا نشوف إيه اللي ممكن يحصل النهاردة، ولكن كلنا عندنا طموح إن شاء الله نقدر نوصل للفاينل وأبعد نقطة في البطولة. خلينا نروح ونشوف تقرير عن مباراتين نصف نهائي الأولمبيات ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. يبدو أن جماهير الكرة العربية والعالمية سيكونون على موعد مع مواجهات استثنائية في نصف نهائيات أولمبيات باريس، والتي تحمل مواجهتين من العيار الثقيل، تجمع المنتخب المغربي بنظيره الإسباني والمنتخب المصري في لقاء ناري أمام العملاق الفرنسي، في لقاءات يحكمها طموح خطف بطاقة التأهل إلى نهائي الأولمبياد. البداية بالمنتخب المصري والذي ينتظره مواجهة نارية أمام المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والجمهور، والذي يسعى للعبور للنهائي خصوصا وأنه سيقام على ملعبه وأمام جماهيره. وقدم المنتخب المصري أفضل المستويات خلال النسخة الحالية من الأولمبياد، حيث صعد للدور ربع النهائي متصدرا لمجموعته للمرة الأولى في تاريخه، فضلا عن بلوغه المربع الذهبي للمرة الثالثة دون أي هزيمة خلال 4 مباريات حتى الآن في الأولمبياد. رغم ذلك فالمهمة لن تكون سهلة على إبراهيم عادل ورفاقه، حيث أن المنتخب الفرنسي حقق الفوز في مبارياته 4 في دوري المجموعات والدور ربع النهائي ليبلغ المربع الذهبي دون أي هزيمة هو الآخر، وهو ما يجعل المواجهة مشتعلة على خط بطاقة العبور لنهائي الأولمبياد. وفي لقاء آخر قمة عربية أوروبية تجمع بين المنتخب المغربي والذي صعد في صدارة مجموعته للدور ربع النهائي والذي اكتسح فيه المنتخب الأمريكي برباعية ليبلغ المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه أمام المنتخب الإسباني وصيف النسخة الماضية، والذي صعد في وصفة المجموعة الثالثة خلف الفراعنة قبل أن تتخطى الساموراي الياباني في الدور ربع النهائي بثلاثية. ليبدو أن المواجهة ستحمل طابعا ثأريا
على ضوء تفوق المنتخب المغربي الأول على الماتادور الإسباني في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 بركلات الترجيح. في النهاية، خطوة واحدة تفصل المنتخب المصري والمغربي عن التأهل لنهائي الأولمبياد، وجعل النهائي يستبق بالصبغة العربية للمرة الأولى في تاريخ الأولمبياد. إلا أن المهمة لن تكون سهلة في ظل مواجهة منافسين في غاية القوة، فرنسا وإسبانيا. فهل يقول العرب كلمتهم في الصدام التاريخي، أم للأوروبيين رأي آخر في موقعة الأولمبياد؟ منتخب مصر بدأ مشوار النهائيات في المجموعة الرابعة. أول مباراة لي كانت عادل مع الدومينيكان زي ما قلت لحضراتكم بدون أهداف، بعد كده فاز على أوزبكستان بهدف أحمد نبيل كوكا، بعديها سجل أكبر انتصاراته في تاريخه مشاركاته الأولمبية على حساب الماتادور الإسباني بهدفين مقابل هدف، سجلهم طبعا نجم الكرة المصرية القادم بإذن الله إبراهيم عادل. في الدور ربع النهائي تخطى عقبة منتخب باراغواي عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق، وبعد ما سجل إبراهيم عادل هدف التعادل من أسيست زيزو كانت في الدقائق الأخيرة، في الحقيقة أعاد الأمال مرة تانية للجماهير المصرية، وقدرنا أن احنا نفوز في نهاية المباراة بركلات الترجيح. في المقابل بدأ المنتخب الفرنسي البطولة في المجموعة الأولى، فاز في كل مبارياته، فاز على الولايات المتحدة 3-0، على غينيا 1-0، وعلى نيوزيلندا 3-0 في منافسات الدور ربع النهائي. تخطى عقبة المنتخب الأرجنتيني بالفوز بهدف نظيف، وده يمكن مشوار المنتخبين في البطولة. كمل الأخبار اللي أحزنتنا امبارح لما قريناها هو تأكد غياب أحمد عيد ظهير منتخب مصر الأولمبي عن مباراة نصف النهائي أمام فرنسا بعد تعرضه طبعا لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية. وأوضح دكتور طارق سليمان طبيب المنتخب بأن الفحوصات الطبية أكدت إصابة أحمد عيد بتمزق في العضلة الخلفية، وده اللي هيخليه مش قادر على المشاركة في مباراة اليوم. وقال كمان دكتور طارق سليمان أن اللاعب هيحتاج فترة للراحة وعلاج لتجاوز الإصابة والعودة من جديد للملاعب. بنتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل، لاعب من اللاعبين اللي سجلوا حضور قوي جدا برضو في الأولمبياد. كان لينا اللقاءات مع الجماهير المصرية الموجودة في العالمين، رواد العالمين الجديدة، وخلينا نعرف رأيهم في مواجهة منتخب مصر ومنتخب فرنسا الأولمبي وتوقعاتهم للمباراة، وكمان رأيهم في أداء المنتخب الأولمبي في الأولمبياد. نرجع مرة تانية مع حضرتك. اول حاجه اكيد بنبارك لمنتخب مصر وكل الشعب المصري وجمهور الكره في مصر. انا بشوف ان الماتش منتخب مصر عمل ماتش كويس جدا تكتيكيا، ميكالي كان عامل شغل كويس جدا، انجاز تاريخي بالنسبه لنا ان احنا نكون موجودين في قبل نهائي ومربع الذهبي للاولمبياد. المنتخب ادى بشكل كويس جدا، يمكن يكون كان تصاعدي شويه، يمكن الدومينيكان ما كانش افضل شيء. الماتش الثاني الى حد ما اتحسننا حتى على مستوى النتيجه، فكره ان انت تفوز ده كان شيء كويس. الماتش الثالث كان فيه شغل كويس جدا وماتش تاريخي بالنسبه لنا، ماتش اسبانيا كان فيه تكتيك وفي شغل كويس جدا وكان في روح عاليه جدا شفناها من اللعيبه، شفنا النني كمان وزيزو ساعدوا المنتخب كتير جدا، خبرات زادت مع اللعيبه الصغيره اللي موجودين، قدروا ان هم يعملوا شغل كويس. وقدرنا الحمد لله ان احنا ماتش امبارح براجيو ماتش صعب جدا، المدرسه اللاتينيه عموما بيبقى صعب جدا احنا كافارقه نتعامل معاهم بالذات شمال افارقه، لكن احنا قدرنا ان احنا الحمد لله نوصل مربع ذهبي، ده انجاز تاريخي. بنبارك لمنتخب مصر والمغرب كمان اللي موجود في مربع ذهبي. نتيجه مهمه جدا جدا على المستوى الفني وعلى مستوى الاداء على المستوى الجماعي، مدرب محترم جدا جدا، عمل توليفه كويسه قوي، من ضمام النني وزيزو كمان من الحاجات الكويسه قوي عشان خبرتهم، وخصوصا الاثنين لعبوا في اوروبا، إضافة كبيرة جدا جدا. إن شاء الله زيزو كمان يكمل، احنا لسه تقريبا مش عارفين يعني الإصابة هتبقى موجودة ولا لا، نتمنى إن شاء الله شفائه سريعا. بس على المستوى الفني الحمد لله احنا ماشيين كويس جدا، طموحنا بيزيد كجمهور مصري، وهم كمان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ماتش فرنسا يكون أداء كويس، وإن شاء الله نحقق مفاجأة على الأراضي الفرنسية إن شاء الله. باين قوي طبعا الأداء مع ميكالي عامل إزاي، راجل مخلي المنتخب منظم جدا من أول الدفاع والهجوم وخط النص، كله بيطلع مرة واحدة وكله بيرجع، كله يعني عارف أدواره كويس قوي.
اللعيبه دي كانش في امل ان هم يعملوا حاجه، بس يعني فرقت قوي ان انت تجيب مدرب فعلا بيفهم وعنده افكار خلالك ده يتنفذ على ارض الواقع بامكانيات قليله جدا، ما كانش في حد متوقع ان الحاجه دي تحصل. فطبعا ان شاء الله باذن الله الماتش الجاي هيبقى قصاد فرنسا، باذن الله هنعمل ماتش كويس جدا وان شاء الله نتاهل للنهائي باذن الله ونفوز. اداء كويس ان شاء الله يشرفونا. ابراهيم عادل، حمزه علاء، مستقبل حلو ان شاء الله، كل يوم مستقبل بره وينفعونا في منتخب مصر. عندنا ماتش صعب بس رجالتنا قد الدنيا ان شاء الله، انا متفائل وان شاء الله نكسب وان شاء الله نعمل حاجه في الاولمبياد دي عكس كل مره ان شاء الله. كويس جدا جدا جدا، يعني بصراحه الواحد فرحان اللي اخيرا الحمد لله بقينا عندنا منتخب قوي فعلا وجيل جديد الحمد لله. اكيد من ساعه محمد صلاح واحمد حجازي والنني في الاولمبيات اللي كانت في لندن 2012 ما كانش في عندنا جيل بالقوه دي، دلوقتي الحمد لله احنا بقينا مطمنين اللي عندنا جيل قوي دلوقتي، واكيد الواحد فرحان اللي بقى في جيل كده يعني دلوقتي. طبعا منتخب لعب حلو قوي، والروح اللي موجوده في المنتخب دي ما شفناهاش بقالنا كتير، يمكن احنا من سنه 64 في الاولمبياد ما صعدناش لنص النهائي، وان دي اول مره منتخب يصعد فيها مع العناصر طبعا الخبره زي زيزو زي النني زي مصطفى محمد زي الناس دي كلها. فطبعا ان شاء الله ما فيش حاجه بعيده عن ربنا، والماتش الجاي ان شاء الله مع فرنسا نعدي منها ونوصل النهائي ونوصل اكتر من كده بكتير ان شاء الله. راحوا كانوا يستاهلوا الفوز، طبعا كان الماتش على اعصابنا لحد الدقايق الاخيره، كنا طبعا بنتفرج هنا في العالمين، فالحمد لله صراحه شابو لمنتخبنا وبالاخص طبعا حارس المرمى حمزه اللي امبارح صراحه تصدى لضرب الجزاء، وده كانت برده بتدي ثقه للعيبه. مصر وفرنسا مباراة للتاريخ، العالم كله هيتابعها ان شاء الله، يكون لينا نصيب في الفوز والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة المتأهل من المنتخب الإسباني او المنتخب المغربي. اكيد كل الاحتمالات واردة، ممكن جدا نكون على موعد مع نهائي عربي تاريخي يجمع بين مصر والمغرب، او نهائي اوروبي خالص يجمع بين فرنسا واسبانيا. في كل الاحوال شكرا للمنتخب المصري على مشواره في البطولة، ومهما كانت النتيجة النهاردة لازم نكمل اللي بدأناه في البطولة والإيجابيات اللي اتحققت مع المنتخب الأولمبي اللي بنتمنى له كل التوفيق إن شاء الله النهاردة. نروح للحدث السياحي الأهم والأبرز في الفترة الحالية، كل يوم بنتابع مع حضراتكم ولسه المفاجآت مستمرة. مهرجان مدينة العالمين الجديدة في نسخته الثانية، وزي ما احنا عارفين انه حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ان هي تضم أجندة فعاليات المهرجان عروض تناسب مختلف اهتمامات الزوار، مختلف الفئات العمرية، مختلف يعني كل حاجة بيحبوها تبقى موجودة، خاصة بعد ما شهدت الأسابيع اللي فاتت إقبال جيد على مدينة العالمين من المصريين والسائحين كمان العرب والأجانب، في روسيين كتير جدا في العالمين الجديدة بالتحديد، وده أمر طبيعي للجمال والمناظر الطبيعية الخلابة، غير طبعا الفعاليات اللي بتحصل هناك. بما أننا في الأسبوع الخامس حابة أستعرض مع حضراتكم أبرز فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العالمين اللي هتكون في الأسبوع الخامس. حفلات يوم الخميس اللي هتكون يوم 8 أغسطس، كمان في بداية سباقات السيارات في الأسبوع اللي احنا فيه ده، هتبدأ بسباقات سيارات ريفت أب وأنشطة ريد بول وبنت بول في المنطقة اللي طبعا على الشاطئ، وبداية كمان لعرض مسرحية السندباد على خشبة مسرح يو وهتعرض على مدار 3 أيام، بداية عرض مسرحية فيلم رومانسي في نورث سكوير مول، كمان حفلات يوم الجمعة يوم 9 أغسطس هنكون على موعد مع حفل الهضبة، الحفل المنتظر طبعا عمرو دياب اللي بيكون يوم طبعا بياخد اهتمام كبير جدا من اللي قبله، كل ما بنقرب لموعد الحفل اللي بينتظرها طبعا كل عشاق عمرو دياب. يوم السبت 10 أغسطس هيكون معانا سباق سيارات، يعني هيكون يوم السبت كمان، والحقيقة الأسبوع الخامس منتظر أنه يكون مميز كعادة الأسابيع الأربعة اللي فاتت، اللي بيأكد كلامي حالة الإقبال الجيدة جدا على فعاليات المهرجان سواء الفنية الرياضية الثقافية الترفيهية.
ازاي نجحت المعادله في ان احنا نجذب اهتمام كل الاذواق من كل الفئات المجتمعيه لكل افراد الاسره؟ كمان من العروض اللي لفتت الانظار في العالمين هي مسرحيه الشهره. مسرحيه الشهره نالت اعجاب كبير جدا من قطاع كبير جدا من الجماهير، وطبعا يعني مخرجنا العظيم طبعا خالد جلال هو مخرج المسرحيه. خلينا نشوف لقاء مع زميلنا خالد رزق، نروح لايف للعالمين ونعرف ايه اخر الاخبار عنده. يمكن انا قلت مجموعه من الفعاليات، نشوف ايه الجديد عند خالد. صباح الخير عليك يا خالد. صباح الفل عليك يا اميره، وصباح الفل على كل يعني مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. زي ما انت قلتي فعاليات كتير جدا، قلتي العربيه سباق السيارات ريفيت اب، وايضا عديد من الفعاليات والمسرحيات اللي هتكون موجوده الاسبوع ده ان شاء الله. اكيد كلها حاجات هتكون مميزه جدا لكل من بيتواجد في العالمين الجديده. ولكن ايضا عايز اضيف كمان ان يعني بوجود وزيره التضامن بالامس كان في مؤتمر ليها دكتوره يعني مايا مرسي، كانت اتكلمت على حاجات عديده وهي الاسر المصريه والمنتجات المصريه والمشروع القومي للاسره المصريه اللي اعتم بناء ليه زي منطقه كده مواجهه للمنطقه الترفيهيه على طول، هيكون فيها الاسر المصريه ومنتجاتهم اللي تم صناعتها في بيوتهم الشخصيه، منتجات بسيطه ومنتجات مميزه جدا على اعلى مستوى. كان يمكن ليها زياره في المكان هناك وراح تبصت على المنطقه هناك هتكون عامله ازاي، واشادت الحقيقه بدور الشركه المتحده في ان ازاي خلقت حاله جديده في العالمين الجديد، وازاي خلقت موضوع مهم جدا، موضوع قوي جدا قدر يوصل المشاهد المصري النهارده. كل الناس بتتكلم عن العالمين الجديده، وكل الناس عارفه تفاصيل العالمين الجديده والحياه فيها عامله ازاي. وايضا يمكن اتكلمت على ان كمان ده وصل لبره مصر كمان، ان في ناس بدات تتكلم وتشوف العالمين الجديده بصوره قويه جدا، وان هي هتكون على فترات قادمه، وعندها ثقه كبيره جدا في ان كمان المهرجانات القادمه ان شاء الله والسنين القادمه هتكون بشكل وبصوره اقوى بكتير، وهتصبح منطقه من اهم المناطق السياحيه على مستوى العالم بكل تاكيد. طبعا كمان اتكلمت على ذوي الهمم وازاي تم توفير ليهم الشاطئ المجاني، ان هم في رامب ليهم او طريق ليهم يقدروا ينزلوا عليه باصحاب القدرات الخاصه بالتاكيد، واللي بيكونوا متواجدين على بعض العربيات ليهم طرق معينه للوجود على الشواطئ، وازاي الاهتمام بيهم بيكون موجود عشان يكونوا جزء لا يتجزا من الحياه بالتاكيد، ويكون ليهم كل المميزات الخاصه بكل الاشخاص سواء من ذوي الهمم او من الاصحاء بكل تاكيد. ايضا كمان اشادت يعني بالشباب اللي كان موجود بالامس، يمكن خلاص زي ما قلت لك امبارح بقى في رحلات اليوم الواحد اللي بقى بتتواجد في عديد من الجامعات ومن الشركات ومن الجهات المعنيه، بقى في اتوبيسات خاصه بتطلع بعدد كبير من الجمهور سواء من الاسر المصريه او من الشباب وطلبه الجامعات، بيكونوا متواجدين في العالمين الجديده عشان يستمتعوا بالاجواء داخل العالمين الجديده ويشوفوا كل التفاصيل فيها، ويستمتعوا بجو البحر، ويستمتعوا بالمنطقه الترفيهيه وبعروض السينما وبغيرها من العروض المقدمه في العالمين الجديده. وكان ليها ايضا جوله في المنطقه الترفيهيه والممشى السياحي، وكانت حريصه جدا على ان هي تتواجد مع المواطنين، تتكلم معاهم، تسمع منهم، تعرف منهم ايه اللي بينقصهم، تعرف منهم ايه التفاصيل اللي موجوده في العالمين الجديده اللي ممكن يكونوا محتاجينها او يكونوا مبسوطين بيها عشان تعرفوا توصل للشارع بصوره اكبر. يمكن ده دور المسؤولين المهم جدا في التوقيت الحالي، ان كل يوم بنشوف وزير جديد وكل يوم بنشوف تفاصيل مختلفه، كل وزراء كانوا على نفس المنهج ان هم بيحبوا جدا يتعاملوا مع الشاب والاسر المصريه بصوره مباشره، ما يكونش لمجرد ان هم بيسمعوا ان في بعض الاشياء، ولكن لا بصوره مباشره بيتعاملوا معاهم وبيسمعوا منهم، بيعرفوا منهم كل التفاصيل. طبعا مكملين معاك يا اميره، ومكملين مع كل مشاهدين اون تايم سبورتس كل يوم وعلى مدار اليوم، واجواء بنعيشها وبنرصد كل التفاصيل داخل العالمين الجديده، يعني من العالمين الجديده ومتعه الجمال والمنظر والطقس بالتاكيد. نعود اليك مرة في الصيد، اتفضلي. شكرا خالد رزق على طبعا يعني ان هو نقل لنا الصوره هناك. عايزين نشوف البحر يا خالد، الرساله اللي جايه عايزين نشوف البحر. وعايزه اقول لحضراتكم يعني يمكن انا على المستوى الشخصي اكتر حاجه ممكن بكون بحبها في الدنيا هو البحر، يعني شكل البحر ولونه وجماله والطبيعه اللي ربنا انعم بيها على المنطقه اللي هناك دي كلها. كمان العالمين الجديده بحر شفاف جميل ونظيف، والمبادره اللي عملتها الشركه المتحده في قصه ان في شاطئ مجاني ده خلى فيه اقبال كبير جدا
ناس بقت تروح رحلة اليوم الواحد. يعني عرفت من زمايلنا اللي موجودين هناك ان بيقولوا ان بقى في اوتوبيسات تروح، الناس بتروح تقضي اليوم كله على البحر وترجع زي زمان لما كنا بنعمل كده، نروح اسكندرية ونروح بورسعيد نروح الأماكن اللي فيها بحر. دلوقتي بيحصل ده في مدينة العالمين الجديدة، الناس بتروح الشط المجاني بيدفعوش أي حاجة خالص، فيهم إن هم يروحوا بأكلهم وشربهم عندهم، يعني مش هيتكلفوا أي حاجة. صدقوني جربوا التجربة دي، يعني مش هتخسروا أبدا. بس أكيد مهم جدا ان احنا نحافظ على الشط، وده كمان اللي قالوه لي زمايلنا، قالوا لي الناس اللي بتيجي بتحافظ جدا على نظافة المكان وعلى الشط، وقد ايه فرحانين ومبسوطين بالشط ده. وفي الحقيقة الشاطئ الخاص بقى بذوي الهمم برضو قالوا لي ان في الارض نجيلة، ده عشان يسهل حركة طبعا ذوي الهمم اللي هما بيستخدموا الكراسي المتحركة، يقدروا ان هما يمشوا بسهولة، ما يبقاش فيه صعوبة بالنسبة للرمل. فكل حاجة هناك في الحقيقة جميلة، كل حاجة هناك بتقول ان اي حد في المجتمع المصري ده ليه حق انه يسعد ببلده، وليه حق ان هو يستمتع بجمالها اللي هو ربنا ادهولنا، احنا ما كانش لينا يد فيه غير ان احنا عمرنا بس. فعايزة ارجع مرة تانية للفعاليات واقول لحضراتكم ان مسرحية الشهرة ناس كتير جدا عجبتهم، وقطاع كبير جدا تابعها من الجماهير اللي كانت موجودة هناك، وكان لينا طبعا لقاءات مع ابطال المسرحية. خلينا نشوف اللقاءات ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. ما زلنا مستمرين معاكم مشاهدينا من العالمين الجديدة ومهرجان العالمين بالتأكيد، وكل المتعة والإثارة موجودة هنا في العالمين الجديدة. طبعا الفترات اللي فاتت سمعنا كتير عن مسرحية اسمها الشهرة، وكانت واخدة صدى كبير جدا في العالمين الجديدة. احنا النهاردة قررنا نكون معانا بعض أبطال مسرحية الشهرة بالتأكيد اللي موجودين معانا، وهنعرف لهم تفاصيل أكثر عن العالمين الجديدة وعن المسرحية، وأعتقد هيكون في منافسة قوية مع أطول واحد تقريبا فيهم. بس أنا أبدأ يعني بالليديز فيرست الأول من الناحية دي. طبعا أنت موجودة معانا زي الفل، بس أنا هبدأ من الناحية دي. يعني نورة وغفران برحب بيكم، هبدأ بيك الأول، كلمين عن بعد ما مسرحية الشهرة عملت صدى شوية في العالمين الجديدة، إحساسك كان عامل إزاي؟ مبسوطة جدا، ما كنتش متخيلة رد الفعل ده، ناس فرحانة، الناس كلها كانت فخورة بينا وبتضحك كلنا. هو المسرحية كوميدية فعادي شغال. الناس كلها كانت فرحانة بينا، وزي ما أنت قلت مسرحية كوميدية. بس دورك فيها ايه؟ شارك معايا. دوري فيها طالبة بتدخل المدرسة بتاعت التمثيل دي وبتتقابل. والله توقعت من الضفيرتين دول. بس هو ده دوري. طيب غفران، يعني بتمثل حلو؟ حلو جدا. طيب في السؤال ده سؤال بره المنطق. بصراحة حلوة الأسئلة دي. لا بتمثل. ولو جاوبت إجابة غير الإجابة دي هيحصل حاجات أكيد. بصراحة بتمثل كويس، بس المخرجين والمنتجين حاصرينها في دور النجفة. أباجورة في المسرحية. في بجد من غير ما يعني، هو في الآخر بنلبس أباجورات أنا وهي. بس لا طبعا نورة بتمثل حلو جدا، دمها خفيف. احنا واقفين هنا في الملعب بتاع إيه؟ كرة. كرة يد. كرة يد فعلا، باين هي كرة يد. طايرة. يس. ده انت اللي طايرة. لا طايرة، عشان هقول لك اصلا مركزة قوي ان انا اجاوب صح فبجاوب غلط. فيعني لا انا هجاوب غلط عادي كده، هتلاقيني بقى دلوقتي بجاوب صح. عملتوا كام عرض لغاية دلوقتي في العالمين الجديدة؟ عرضنا ليلتين والنهاردة الليلة التالتة ان شاء الله. طب قولي بقى اول عرض ليك كان عدد الجمهور قد ايه؟ لا هو انا مش عارفه قد ايه بالظبط، بس العدد كان كويس وعلى غير المتوقع. الصاله كانت مليانه وكان في تفاعل جامد مع الجمهور، وبصراحه اتبسطنا قوي. يعني الفيدباك غير متوقعه بالمره، يعني توقعنا ان الدنيا هتكون كويسه طبعا، بس لا يعني كان رد الفعل احسن من العادي بكتير الحمد لله. مسرحية الشهرة بقى لنا يومين اهو الحمد لله بنعرض، والنهارده اليوم الاخير والثالث، ومبسوطين قوي. كان هي تمتد تقريبا العرض. نتمنى احنا لغايه دلوقتي احنا سمعنا برضو زينا زيك كده، بس لسه استاذ خالد لما بيجي يبلغنا حاجه بيبلغها لنا لما بيكون كل حاجه كونفيرم وكل تمام، فبيعرفها لنا يعني. وبصراحه بقى لنا فتره عايشين تجربه حلوه قوي، احنا كلنا طلبه مركز الابداع الفني، احنا الطلبه الحاليين اللي موجودين دلوقتي، واستاذ خالد عامل تجميع حلو ما بين الطلبه الحاليين والخريجين اللي قبل كده، وعمل بينا منتخب لذيذ كده، وراح جايبنا كده قال لنا
تعالوا هنعمل عرض في العالمين، فاتبسطنا بقى من العالمين تمام. وبعدين وبعدين غير الوانكو عاديه، الوانكو طبيعيه بالنسبه للعالمين. يعني لا والله ده احنا النهارده سرقنا كده الصبح يعني شويه بحر. ما هيشوف خلاص، ما هو خلاص بكل حاجه باينه، انت هنخبي ايه؟ فبصراحه بقالنا فتره كده يعني مبسوطين قوي من التجربه، وكمان بنشكر جدا الشركه المتحده واستاذ خالد وشركه دي اس ان هم يعني حطوا الثقه فينا، بالرغم ان هم كانوا يقدروا يجيبوا نجوم كبار طبعا ويفتتحوا بيها المسرح، بس فكره الثقه اللي هم ادوهالنا ان احنا هنعمل اول عرض اسمه الشهره بممثلين جداد فنانين جداد، وبنلاعب مين بقى كمان يعني، بنلاعب اساتذه كبار زي استاذ كريم عبد العزيز واستاذ اشرف عبد الباقي واستاذ حسن الرداد، كلهم نجوم كبار وعاملين مسرحياتهم ناجحه. اول مره اجي هنا العالمين وما شاء الله يعني الحاجات شكلها جامد جدا، يعني الواحد اصلا يعني كممثلين متعودين لما نروح مسرح نروح في حتت بعيده وحتت محذوفه، لكن احنا بنعمل بروفات في العالمين والجمهور جاي من البحر. الجمهور جاي من البحر كده ولذيذ، والفيدباك يعني ما شاء الله كان اول يومين يعني خطير خطير. ولا يعني ان انت تعرض في العالمين دي حاجه، وزي ما سراج بيقول يعني احنا بنلعب مع ناس يعني استاذ كريم عبد العزيز واستاذ اشرف عبد الباقي، بس احنا كده كده يعني ولاد مركز الابداع، فيعني الحاجه مضمونه شويه. اول حاجه بصراحه حباها ان احنا هنا بنعمل يعني خدنا فتره هنا على الجو شويه، قعدنا نعمل بروفات مثلا 7 ايام قبل ما نعرض، وكنا فاكرين عشان احنا يعني احنا نجوم الحمد لله بس مش كبار ومش قليلين، بس احنا عشان هو المكان هنا لسه بيبتدي بقى، والحاجات لسه المسرح لسه برضو من زمان قوي يتردم عليه، فلسه بقى ابتدى يطلع تاني من الاول ويبقى فيه مسرحيات من نجوم وكده، فاحنا كنا لسه بنحط رجلينا واحنا برضو صغيرين، مش معانا حتى نجم يسند معانا او يساعدنا او كده، فكنا قلقانين قوي من فكره الجمهور، بس اتخضينا يعني اول ليله ان انا عرفت اسم المسرحيه وبقى في وداني كتير من الناس اللي في الشارع اللي ماشيه بتكلم عنها. ايوه، وكمان بقى في اعلانات واسمه ايه ده والفيسبوك والانستجرام والحاجات دي، فاحنا كنا مبهرين قوي ان فعلا في حد سمعنا، يعني في جمهور جه، واول ليله كانت تاني ليله اضعفها، فدي حاجه كويسه قوي، فاحنا مستنيين بقى الجمهور بتاع الليله الثالثه. وطبعا زي ما شايف طبعا يعني بما ان انتم موجودين كلكم لابسين سبورتس وير يعني اعتقد شويه اللبس، انا احب اعلق يعني ان انا كنت في دماغي المذيعين على طول بجرافطات وبتاع، بس مذيع بشورت وكده ده مذيع العالمين ده جامد جدا. بس خد بالك ما احنا واقفين على رمل وفي شمس وفي بحر وفي مباني في الاستوديو وحاجات كده اساسي كده كده. يعني يا عصام هستاذنك بقى، الكوره دي الجميله ليه بقى؟ عشان احنا كره يد طبعا اكيد باينه يعني كره يد بديهيه، فهنلعب حبة فولي بول مع بعض كده شوية، وهنحط سراج ورا الشبكة مباشرة لأن هو هينط بس لوحده. أنا هقف المهندس. يلا بينا. طبعا آسف لبشاعة المنظر، طلع أداء زيرو زيرو. سراج معلش سراج عايزك ثانية كده سراج. يعني طبعا اداء انا خرجت من الملعب سبتهم ما يكملوا اللعب طبعا لان انا حزين جدا على اللي بيحصل، واسراج معلش انا اسف انا سبت الملعب وخرجت، اداء سيء جدا يا عم. ده احلى حاجه ان انت عملتها ان انت ندهتني دي فرقه ده عيال تجيب الضغط. خلاص انا عم زعلان بجد مش هكمل الجيم. والله يا عم احسن كمل الحوار، خلص الحوار هنا سيبهم هم يلعبوا. انا بشكرك جدا وبمشيهم روح. يلا باي باي سلام. والله يا خالد هو سراج مش محتاج ان هو ينط ويرفع ايده بس هيصد كل حاجة. تقرير جميل، بشكر طبعا زميلنا خالد رزق عليه، ودايما مركز الابداع في الحقيقة طبعا بقيادة المخرج العظيم خالد جلال طلع لنا نجوم كتير جدا، نجوم نجوم بقى مش عايزة اذكر حد بعينه، بس نجوم يعني منهم بيومي فؤاد ونجوم كتير كتير، بس مش حاضر لذهني دلوقتي النجوم كلها، فأعتقد بتنبأ لهم طبعا بمستقبل مبهر إن شاء الله، ونتمنى لهم كل التوفيق. وكنت فاكرة أن يعني أبطال مسرحية الشهرة هنسجل معهم في المسرح، اتمنيت أن خالد يسجل لنا حاجة على البحر، فلقيته على طول موجود على البحر يعني يا إيه وعدت ووفيت. خلينا يعني أكمل بعض الأنشطة مع حضراتكم، أنشطة كتير جدا في المكان هناك، والأجواء جميلة جدا وطبعا كلها أجواء مبهجة، وخصوصا طبعا الاجواء الساحليه، وهتلاقي بشكل مستمر افكار متنوعه. الجمال اللي هناك ده لما يترجم في صوره او في رسمه بيبقى ليه شكل تاني خالص. كان لينا لقاء مع بعض الرسامين للوحات هناك من مدينه العالمين في مهرجان العالمين في نسخته الثانيه، خلينا نشوف رسموا ايه وشايفين العالمين الجديده ازاي من خلال
رسوماتهم ومن خلال احاسيسهم، لان الرسام ده فنان. خلينا نشوف نرجع مره تانية مع حد. اكيد الاجواء حلوه جدا، الهواء والبحر والدنيا، الفيو حاجه جميله جدا. هم هنا التنظيم محترم وموفرين لنا كل حاجه، حتى الاستندات الدنيا كل حاجه متوفره. هنا اللوحه بتاعتي انا بتكلم ان العالم عالمين، فلسطين ومصر، فانا حبيت اعمل لوحه بتتكلم عن تضامن الشعب الفلسطيني وان احنا متضامنين مع الشعب الفلسطيني. فانا عملت هنا جسدت نفسي كان انا مخطوف ومتغمي وفي نفس الوقت مقيد، ان انا مش عارف افك نفسي ولا حاجه ومفيش حريه وان الحريه مخطوفه وكده. وفي نفس الوقت عامل ان في لسه امل بزهره الزيتون المشهوره بها طبعا الشعب الفلسطيني، فكان في امل لسه ان الشعب الفلسطيني ان شاء الله يتحرر والقدس هتبقى عربيه تاني. هو طبعا ده فن اسمه فن الكولينج. فن الكولينج ده عباره عن ورق، هي اصلا كان طالع في الصين الاول ان هم بيستخدموا الورق ده، بيقصوه مقاسات مختلفه وبيعملوا منه مجسمات 2 دي 3 دي اللي هم عايزينه بقى. فطبعا الفن ده مش مشهور قوي، يعني قليل اللي يبقى عارفه ان احنا بنطلع مجسم او بنطلع لوحه بس بالورق، يعني مش عشان الوان نطلع منها لوحه، ممكن نطلع من حبه ورق لوحه برضو. فانا اخترت مدينه العلمين ما دام احنا فيها، وقليل ما حدش عارف ايه اللي بيحصل في العلمين او ايه المشاريع الجديده او الحاجات اللي بيطوروها فيها وبينوها. فاهم حاجه بتميز العلمين هم الست ابراج بتوعها والممشى طبعا اللي احنا عليه دلوقتي. طبعا الاجواء بتبقى جميله جدا عشان تترسم على البحر، طبعا خصوصا بحر العلمين بحر مميز جدا وبحر جميل. ف طبعا الواحد رسم عن القضيه الفلسطينيه طبعا لان ده اهم قضيه في الوقت الحالي على مستوى العالم كله، فما كانش هيبقى في احسن من حاجه كده نقدمها غير على القضيه الفلسطينيه. وطبعا فكره الرسمه بتعبر عن المسجد الاقصى وبتعبر عن الطفل الفلسطيني اللي هو الفنان القديم اللي هو ناجي العالي وكده. طبعا ده الطفل حنظله طبعا غير عن التعريف، طبعا ده العالم الفلسطيني ويعني رسمه اكتر كويسه. رسومات جميلة ورائعة، وفي الحقيقة كل واحد فيهم بيخرج الفنان اللي جواه، يعني هتشوفوا كل صورة بشكل مختلف، كل واحد شايف العالمين الجديدة ازاي من منظوره. يعني واحد تبنى فكرة شعار المهرجان العالم عالمين ومصر وفلسطين، فلوحات كلها جميلة وبحييهم طبعا على الرسومات الجميلة دي. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم. وفي الحقيقة يعني لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، الأهلي الملك المتوج على عرش الكرة المصرية والعربية والأفريقية بيقترب من لقب الدوري، وهو بطل أفريقيا وهو بطل الكاس وهو بطل السوبر والفريق الأكثر مشاركة في كاس العالم للأندية، هو النادي الأكثر حظا للألقاب الجماعية والفردية في منطقة الشرق الأوسط. النتائج اللي بتقول كده، مش احنا اللي بنقول كده. الأهلي على أعتاب الفوز رسميا بدوري نايل لموسم 2023-2024، فوز كبير جدا امبارح على المقاولون العرب 4-0، فوز عن جدارة واستحقاق. الأهلي تأخر في عدد النقاط أمام بيراميدز لكنه عمل رومونتادا ولا أجمل في 19 مباراة متتالية بدون تعادل كلهم مكسب، عمل كامباك عظيم أمام بيراميدز، كسب ذهاب وإياب. امبارح فاز على المقاولين برباعية، سجل أفضل مهاجم في الدوري المصري وسام ابو علي. انا بقول وسام ابو علي الكره بتحب رجله، اللي اتفرج امبارح على الماتش مش امبارح بس، 3 اهداف بيرفع رصيده التهديفي للهدف رقم 18، ورفع الاهلي رصيده للنقطه 78، وسجل الهدف الرابع بيرستاو. مباراه ولا اروع، وسام ابو علي امبارح عامل مباراه ولا اروع. الكره فين ما تشوفه تروح عند رجله،
وهو يعني يمكن الجول الثاني تحديدا مزيكا، موسم مميز جدا للنادي الاهلي ولاعبته وجهازه الفني وجمهوره العظيم اللي دخل في اكتر من تحدي سواء محلي او افريقي او عالمي ونجح فيهم كلهم باقتدار، وكان يقدر يحقق الانجاز ويوصل على فكره لنهائي كاس العالم للانديه قدام طبعا العملاق مانشستر سيتي. خليني اقول لحضراتكم لغايه دلوقتي ابرز هدافي النادي الاهلي في موسم 2023 2024، بيجي طبعا في القايمه متصدر القايمه وسام ابو علي عنده 18 هدف، بعديه امام عاشور 8 اهداف، بيرستاو 7 اهداف، وكهربا 5 اهداف، وبيتساوى في الاهداف حسين الشحات عنده 4 اهداف مع طبعا عدد من باقي اللاعبين. دول ابرز هدافي النادي الاهلي في واحده من اقوى وافضل النسخ اللي لعبها النادي الاهلي في مسابقه الدوري مع مدربه طبعا مارسيل كولر. في المقابل للاسف يعني اللي انا هقوله ده حاجه احزنتني على المستوى الشخصي جدا، كنا لسه بنقول الاماني ممكنه، نادي المقاولين العرب بيقترب بقوه من الهبوط بعد الخساره امبارح وتوقف رصيده عند 25 نقطه، لسه ليه مباراتين، لو كسبهم هيبقى 31 نقطه نفس رصيد فاركو اللي عنده مباراتين، وهو طبعا متفوق في عدد الاهداف المباشره على المقاولين العرب. نادي المقاولين العرب تاريخ يا جماعه وقلعه كبيره جدا، نقول له هارد لك بعد 20 سنه كامله من تواجده في الدوري الممتاز بعد صعوده مع كابتن حسن شحاته المعلم حسن شحاته ونجاحه في الفوز بالكاس على حساب الاهلي والسوبر على حساب الزمالك، وقدم للكره المصريه خلال الفتره دي افضل لاعبي افريقيا على الاطلاق، وهو طبعا العالمي محمد صلاح بجانب طبعا النجم الكبير محمد النني. ف هبوط المقاولين بالنسبة لنا وبالنسبة طبعا لكل العاملين في المجال الرياضي والإعلام الرياضي كانت كارثة بكل المقاييس، نقطة ومن أول السطر هبوط المقاولين. مقاولين الموسم الجاي لازم يصعد، القائمين على المنظومة في المقاولين لازم يشتغلوا، وامبارح يمكن كان لينا لقاء مع كابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بالنادي الأهلي وبنتكلم على الموضوع ده قبل مباراة بالليل، وقال لي الناشئين وانا بتفق معاه مليون في الميه، قطاع الناشئين يا جماعه يجب الاهتمام بيه، قطاع الناشئين اللي كان من اقوى قطاعات الناشئين في مصر، قطاع الناشئين في المقاولين العرب وصل لمرحله يعني مش عايزه اقول سيئه، لمرحله الواحد يبقى حزين عليها، لازم نبتدي من تحت ولازم الاداره تعدل المسار وتعرف هي وصلت بالنادي للهبوط ازاي بعد 20 سنة من المحافظة على وجوده في الدوري المصري. أتمنى العودة سريعا للمقاولين وإن شاء الله يكون موجود في يصعد الموسم المقبل بإذن الله. الأهلي بيقترب بقوة خلاص من التتويج بالدوري، هارد لك لكل المنافسين على البطولة، أقربهم طبعا كان نادي بيراميدز اللي فاز امبارح على زد اف سي 2-1 ورفع رصيده ل 73 نقطة، سجل رمضان صبحي ومروان حمدي البيراميدز وسجل مصطفى زيكو لزد اف سي. موسم جيد جدا بالنسبة لنادي بيراميدز ولاعبته وجهازه الفني، توقف رصيد زد عند النقطة 47 بعد موسم جيد من الفريق ومع كابتن مجدي عبد العاطي طبعا اللي بيجدد اماله مع زد اف سي في الموسم المقبل، كابتن مجدي مكمل مع زد اف سي برضو من الفرق اللي قدمت مستوى جيد جدا الموسم ده، وبيراميدز نافس حتى مواجهه النادي الاهلي اللي بدات تبعده بفوز الاهلي في المباراتين في المواجهات المباشره، وبعديها بدأ طبعا النادي الأهلي يفرق عن بيراميدز باستكماله مسيرة النجاحات مع هدافه العالمي وسام أبو علي. النهاردة عندنا مباراة وحيدة هتكون ما بين نادي الزمالك مع إنبي، المباراة دي من المؤجلات الجولة الـ 22، الزمالك معاه 49 نقطة هيتخصم منهم 3 في نهاية الدوري
وإنبي معاه 43 نقطة في المركز التاسع. طبعا مباراة أو ثلاث نقاط اللي هتتخصم من الزمالك بسبب طبعا انسحابه في مباراته أمام النادي الأهلي. نروح من كرة القدم لكرة اليد، المنتخب اللي دايما بيسعدنا، بقول عليه منتخب السعادة. قدر امبارح منتخب مصر لكرة اليد ان هو يحسم المركز الثاني في دور المجموعات في باريس 2024 بعد الفوز الكبير جدا على منتخب الأرجنتين 27. الحقيقة ان منتخب مصر لكرة اليد بيقدم افضل نسخة ليه في الأولمبياد. كتيبة كلها نجوم على رأسهم علي زين اللي تألق في مباراة امبارح، يحيى الدرع، يحيى خالد، الحارس المتألق محمد علي اللي يعني تعب كل المنتخبات اللي قابلتنا، تعب منتخب الدنمارك قوي في مباراته. نجوم كتير جدا، سند، سيف الدرع، كتير وكتير، هنداوي والطيار وبكار ودودو، كتير قوي من كتيبة النجوم، مش عايزة أنسى حد، ولكن المصري كمان وفي حراسة المرمى هنداوي طبعا، الأخطبوط محمد علي قدام حضراتكم، يعني حارس مرمى يطمنك. يعني عايزة أقول لكم يعني محمد علي انفراد أمام منتخب الدنمارك بيصد، هنداوي ضربة جزاء من هانسن اللي هو من أحسن لعيبة منتخب الدنمارك اللي هو بطل العالم وبيصدها، حاجات يعني دودو كمان، دولة أحمد عادل، دولة لاعب الدايرة، لا 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 يعني حدث ولا حرج. مش عايزة أنسى حد من النجوم اللي طبعا حضراتكم بتشوفوه، علي زين يعني خبير امبارح بيتوظف، وإخوان كارلوس باستور بيوظفه في أكتر من مركز وبيقدم مستوى قوي جدا، أكرم يسري امبارح اللي بيشارك مكان مهاب اللي بنتمنى له ان شاء الله التعافي، مهاب اتصاب في المباراه اللي فاتت وقدم مستوى ولا اروع. البديل يا جماعه في منتخب مصر لكره اليد على نفس الاساسي، هو ده اللي مطمنا. منتخبنا هيقابل منتخب اسبانيا يوم الاربعاء باذن الله في مباراه مهمه جدا في دور ربع النهائي في الاولمبياد، اتاهلنا تاني المجموعه. المباريات اللي جايه كلها اقصائيه، خلاص ما فيهاش التعويض، لسه منتظرين كتير جدا. المباراه هتكون الساعه 10:30 بالمناسبه، الساعه 10:30 الصبح، لان امبارح كان في لغط هتبقى 6:30 ولا لا، هي 10:30 الصبح باذن الله. منتخبنا يعني اصبح من اقوى المنتخبات في العالم، وبيتعمل له ألف حساب سواء من المنتخب اللي تعادل معاك بصعوبه في اخر ثانيه 26-26، منتخب فرنسا وسط جمهوره وفي أرضه وصاحب اللقب في طوكيو، منتخب الفرنسي يتعادل معاك بصعوبة، أنت اللي سابق بصعوبة جدا بيتعادل معاك. منتخب الدنماركي اللي بتطلع قدام منه في الشوط الأول هو متفوق عليك بفرق 10 أهداف، ترجع الشوط الثاني بتقلص النتيجة، الشوط الثاني لوحده أنت كسبان 18-11، فرق 7 أهداف. المنتخب الدنماركي دلوقتي بيحلل كل لاعب من لاعبة منتخب مصر، محمد علي اللي كان مفاجأة جدا بالنسبة لهم، يعني الشوط الثاني بس 18-11، قدرت تقلص الشوطين ل 27-30، فإن شاء الله قادرين على التأهل لنصف النهائي وضمان ميدالية أولمبية لجيل يستحق. الجيل ده يستحق بعد كل اللي قدمه لكرة اليد المصرية، احنا كلنا بنقول يا رب، بنتمنى له ان شاء الله ميداليه في باريس بعد ما كان على اعتاب ميداليه في طوكيو، ولكن للاسف حصل على رابع اولمبيات، ان شاء الله يقدر يحقق الحلم في باريس 2024. النهارده عندنا منافسات مهمه في باريس في الاولمبيات، في الغطس والفروسيه والمصارعه والسباحه التوقعيه، مهم اننا نسجل النهارده حضور ايجابي، نحاول نكسب ميداليه، لأن إحنا حتى الآن معانا ميدالية واحدة بس برونزية سجلها البطل محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح، اللي هيوصل مصر النهاردة في استقبال حافل وأسطوري لبطل الأولمبيكس اللي حقق الميدالية البرونزية
في السلاح هيوصل النهاردة، وكل وسائل الإعلام هتكون في انتظاره، وكل المصريين هيكونوا في انتظاره. أكيد ميدالية غالية، بنتمنى طبعا، يعني مش ده طموحنا خالص ان احنا نحصل على ميدالية وحيدة. خليني اقول لحضراتكم منافسات النهاردة الاثنين 5 أغسطس الساعة 11 هتبتدي المنافسات في الغطس. مها عامر هتلعب تمهيدي 10 متر منصة ثابتة الساعة 3 العصر. الفروسية نائل نصار هيلعب في تمهيدي القفز على الحواجز الساعة 4 العصر. المصارعة هتكون مع مؤمن ربيع وزن 60 كيلو جرام، والساعة 4 برضو في المصارعة عبد اللطيف منيع اللي بنأمل إن شاء الله يكون على أعتاب ميدالية في وزن 130 كيلو جرام. الساعة 8:30 مساء هتبقى في منافسات السباحة التوقعية، منافسات الفرق، الروتين التقني، هنا هيكل وملك توسون ونادين برسوم وسندس أحمد وسلمى مرعي ومحمد مريم أحمد وفريد عبد الباري، أمينة الفقي ونهال سعفان. الساعة 10 إن شاء الله مباراة منتخبنا الأولمبي مصر مع فرنسا لكرة القدم في دور نصف النهائي. دي النهاردة الأجندة في أولمبياد باريس. ويمكن باريس بقى يعني عاملة مفاجآت كبيرة جدا، يعني فرنسا طبعا حقق نتائج إيجابية، ولكن أنا قصدي الأولمبياد فيها مفاجآت كبيرة جدا. وطبعا إحنا على المستوى الشخصي أكيد بنبقى متحمسين جدا للأبطال العرب اللي بيسجلوا حضور جيد جدا، وخصوصا بعثة الجزائر ما سجلها حضور في أكتر من منافسة بشكل قوي جدا، ولكن تبقى فرنسا طبعا ليها حظوظ الأقوى في إن هي بتلعب وسط جمهور كبير جدا، ما بيسيبش ولا منافسة غير لما يحضرها، ما بيسيبش ولا رياضة غير لما بيحضرها، وبيبقى مسجلين حضور قوي جدا. هو بيأزروا طبعا المنتخب الفرنسي بجميع الرياضات سواء الفردية أو الجماعية. كان لنا لقاء مع مشجعة فرنسية بتشيد طبعا بالسباحة وحصول فرنسا على ميدالية أولمبية في السباحة. خلينا نشوف قالت إيه ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. مفاجآت كتيرة في أولمبياد باريس 2024، وقصص كتير ملهمة، يعني بتهيألي القصص اللي حصلت في باريس واللي قرينا وسمعنا عنها يتكتب عنها كتب. يعني يمكن آخر حاجة قريتها امبارح خاصة بالبطلة الجزائرية اللي حصدت ذهب في الجمباز. الجمباز لعبة أوروبية، يعني هي بعيدة تماما عن أن بنت عربية تسجل حضور قوي، ولكن القصة جاية من أن البنت أصلا كانت بتلعب للمنتخب الفرنسي، هي جزائرية وعايشة في فرنسا وكانت بتلعب للمنتخب الفرنسي، بتلعب جمباز من وهي صغيرة، تعرضت لحادث في العمود الفقري. بعد ما بدأت تتعافى بسنة كاملة رجعت للمدرب بتاعها وقالت له ان هي عايزه تبتدي تعمل تاهيل من اول وجديد، قال لها روحي العبي اي رياضه غير الجمباز. روحت البيت كانت منهاره ومنفعله جدا، وبعدين بدات تتكلم مع والدها قال لها انا هخليهم يندموا ان انتي سبتي او ما بقيتيش تلعبي باسم المنتخب الفرنسي. توجه وخاطب الجزائر، والجزائر احتوت البنت جدا وبدأت تشتغل معاها. ومبارح في باريس 2024 ذهبية للجزائر عن طريق اللاعبة اللي أنا بقول لحضراتكم عليها. ودي من القصص الملهمة إن الطريق مهما كان فيه صعوبات وإنت مصدق حلمك اشتغل عليه. فخلينا ما نقراش القصص كده عابرة، لأ ناخدها ونتعلم منها ونقرأ ما بين السطور، هيفرق كتير قوي في حياتنا. خلينا نروح لفاصل، مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. نستقبل ضيف حلقتنا النهارده الاستاذ عمرو الخشاب المحلل الرياضي، وكلام كتير جدا بعد الفاصل، خليكم معانا.